انا زي ما قلت في بدايه كلامي، انت جزء من شجره العيله الكبيره للنادي الاهلي. انت عينيك فتحت، هل فتحت على النادي الاهلي ولا فتحت على طول على الاتحاد الافريقي؟ لا طبعا فتحت على النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي جاء بعدين، ان والدي بقى في الاتحاد الافريقي 62 وبعدين 67 بقى متفرغ للاتحاد الافريقي. فالفتره الاولانيه وانا يعني طفل صغير كان معظمها النادي الاهلي، وكان في صور ليا وانا يمكن عندي 3 4 سنين في في المدرج الخشب القديم بتاع أيوة. النادي الاهلي متصور عليه. فكان البدايه طبعا النادي الاهلي قبل الاتحاد الافريقي، زي ما حضرتك عارف مش بس يعني قبل آل فهمي كان في ابن خالهم يوسف وهبي. هنتكلم وهنتطرق، انا عندي حاجات كتيره جدا. خلاص سيبها لك بقى. ادي الصوره اهي وانت صغير بالظبط، دي المدرج القديم بتاع ده المدرج القديم بتاع النادي الاهلي. عندي حوالي 3 4 سنين فيها، فيعني من شوف بقى كام سنه يعني فوق. اتعلمت ايه من الوالد؟ اتعلمت يعني الاعتزاز بنفسه وثقته بنفسه في كل المواقف دي اهم حاجه. نعم. يعني ايا كان الموقف اللي هو فيه، فاهم حاجه ان هو احترامه لنفسه اهم شيء بالنسبه له. الوالد لما انت اتولدت وانت صغير، لسه الصوره دي كانت خير دليل على ذلك، خدك من ايديك ودخلك النادي الاهلي. اتعلمت ايه من النادي الاهلي وانت صغير، او ايه اللي انت شفته، او ايه اللي انت كنت بتفكر فيه؟ لا طبعا صغير صعب انك بتفكر، انت طفل صغير بتروح اهم حاجه انك عايز تلعب وتخش من هنا وتروح هنا وكده. لكن النادي الاهلي بعد كده اما الواحد ابتدى يكبر في السن وهو شاب صغير بيشوف ان النادي الاهلي اسره يعني متكامله ومتحابه، ايا كان في خلاف في صراعات، فاول ما تخلص الانتخابات اول ما تخلص العمليه دي يعني في ما اعرفش، يمكن احكي لك انا قصه. كان أيامها كان الانتخابات سهلة في النادي الأهلي طبعًا. مفيش مشكلة طبعًا. ففي آخر مرة والدي دخل فيها ما كانش أصلا عايز يخش، لكن فكري باشا باظة وتوفيق بخشبة أقنعوه قالوا له لا لازم. عشرت الناس دي كلها، عشرت بس كنت صغير كنت يعني صغير أنا ما لهم. كنت عشرتهم يعني. شفت فكري باشا وشفت توفيق بخشبة والدكتور بدوي اللي كان عميد كلية الآداب، كان أيوة. دايما مع فكري باشا وكان ينزله في المبنى الاجتماعي، ينزلوا الدكتور بدوي كان بيتكلم الماني، كانوا ينزلوا يعدوا لانفكري باشا طبعا حضرتك عارف كان نظره ضعيف ايوه فمش شايف كويس وبينزل، فهو حافظ عدد السلالم فبينزلوا بيعدوا السلالم بالالماني هم الاثنين وهم نازلين. دي من الحاجات اللي انا شفتها يعني. فالعملية زي يعني العائله النادي الاهلي يعني انت قلت لي الانتخابات بدات الانتخابات في تنافس بينهم بعض، بعد ما بتنتهي الانتخابات كله بيرجع تاني؟ كله بيرجع تاني. زي هحكي لك القصه دي، كان بقول لك هو ما كانش عايز يخش وبعدين دخل فملفش ولا كلمش الاعضاء ولا اي حاجه. نعم. وجا ما سقطش بس كان اياميها عدد الاعضاء مش كبير، ف اتعادل في عدد الاصوات مع مرحوم عباس الغمراوي اخو انفيس هانم الغمراوي، طبعا عارفها حضرتك، اللي كانت عميده معهد التربيه الرياضيه للبنات. أيوة. وزوجة الاستاذنا الكبير عبد المنعم واهب الله يرحمه. الله يرحمه. وكانوا كلهم اصدقاء، بس طبعا هي يعني مش قادره تتقبل ان ابنها ان اخوها ما نجحش. المهم بعد كده عملوا اعاده ووالدي كسب، فعمل بقى نزل كلم من الاعضاء وعملوا اعاده وكسب، وكانت اخر فتره ليه كعضو مجلس اداره. كان سنه كام؟ حوالي 55 55 55 مجلس اداره عبود باشا. فنفيسه هانم ما قدرتش اما شافته داخل بعد ما كسب، قالت له مش فاكر كان ابنها كان طارق وهبي. طارق وهبي كان مسؤول عن كان مسؤول عن الباسكت بعد كده، بس كان صغير اياميها فما كانش له حق التصويت، فما قدرتش تتمالك نفسيها فقالت له، وكانت هي بتتكلم بالغه، فقالت له ده لو كان طاغي ابني
عنده صوت كان يعني اخوها كسب. فيعني هي كانت متاثره ان هو ما كسبش، لكن طبعا العمليه دي يعني ما اخدها بصدر رحب، واستمرت العلاقه يعني مستمره، ما فيش بقى يزعل وبتاع وانت عايزه ايه، ما فيش يعني عمليه صداقه. طبعا انتخابات هي طبعا نفسها ان اخوها يكسب، لكن ما هو يعني مراد فهمي برضه زي اخوها، فما فيش مشكله وانتهت العمليه. كانت العمليه كلها مصلحه النادي فوق، زي ما بيتقال دلوقتي الاهلي فوق الجميع. بالظبط. طيب الوالد رحمه الله ولا زالت مستمره يعني الحمد لله. موجوده وشفناها في اخر الانتخابات. تمام. بدليل ان انت كنت داخل نائب مع محمود، مع مهندس محمود طاهر. مهندس محمود طاهر. وفي النهايه وصلت الامور وكله هنى بعض وكله عادي جدا، وانت دلوقتي حضرتك نائب رئيس مجلس اداره شركه الكره النادي الاهلي مع الاستاذ ياسين منصور. ومن ضمن الحاجات البرنامج اللي احنا كنا داخلين اساسا، انا كنت يعني داخل الانتخابات على اساس ان املي ان النادي الاهلي يبقى عنده استاد. نعم. كابتن الخطيب حقق العمليه دي، ففي تكامل يعني ان هم اللي يعملوه احنا اللي نعمله. المهم ان النادي الاهلي كيانه اللي هو الاستاد بتاعه.